هالكم يوم تغيرت نظرتي بالكل. بابوي، سوسن، علاء، زينة وحتى خالتها. وأمك؟ أمي ما لها علاقة بأي شيء. إنه هي اللي هددتني بالأول. حقها، يمكن كانت خايفة على استقرار العائلة وما تصورت أنا راح نغرم بيك وحبك. أكيد ما تكرهك. ما بتكرهني بس أكيد ما بتحبني. خالد أنا مش زعلانة إذا دفعت عنه، لأنه بالنهاية هيدي أمك. وحتى لو كانت أمي، أي واحد يقلل من احترامك معناتها هذا يقلل من احترامي، وهالشي صار واضح للكل. يعني وضحت لهم كل شيء قبل ما تترك العراق؟ أقول لك إحنا راح نضل نحكي عنهم؟ لا، بس ما في أنكر إنه أنا عم غار من زينة. لما وصل الخبر إنه سوسن ضربتها سيارة بالعراق، زينة كانت كل الوقت عم تجرب أنت توسيها، وأنا صراحة كنت عم موت من الغيرة، بس رجعت قلت إنه هيدا وضع استثنائي. بس لما رجعنا رحنا على العراق وما كنت عم شوفك، فكرت إنك رح تكون. ماكو داعي تغارين، شيل هالأفكار من راسك. نيفين أنا ما شايف غيرك، أنت كل شي بالنسبة لي. ما زعلت، بس خفت لأنك كنت أهملتني. هلأ خلص توضحت كل الأمور. لمعلوماتك كنت من نرجع للبيت أروح لغرفتك وتأملك نايمة. هونيك في ليلى مش زكية ورادة كرمال يخلصوك. وداتك ما حدا له علاقة بها. في شي غريب بصوتك، كأنه في شي كتير كبير وأنت عم تخبي علي. أريد نعلن زواجنا نيفين، أريد كل الناس تعرف. وأني هام كمان. أريد يصير عندنا بيت وحدنا. أريد تسوني الديكور على ذوقك، لمستك. وأريدك أنت تختارين المنطقة اللي تعجبك حتى نقعد بيها. ما بيهمنا لا البيت ولا المنطقة، خيمة بالبرية بتكفيني. مهم كون معك.